هي بني اليوم انا بدخل معاك شويه بتفاصيل اكثر، انا واحد من متابعينك، انت مثيره. يشرفني. اي اوكي، حتى مثيره، مو بس كنت مثيره واثرتي حتى الغرائز عند الناس. اليوم الناس قاعد تشوفك، ما ادري شلون اوصل لك اياها، تشوفك في نظره مختلفه. انت شايفه هالشيء لامسته ولا ملامسته؟ اوكي، انت مغريه، اعطيك اياها من الاخر. ما ينفع تقول هالكلام فيصل. لا ما ينفع. انا كلام مو من عندي، انت مو قاعد تتابعين انستغرام، مو قاعد تشوفين التعليقات. اوكي، يعني الكلام ما يبته، مو فيصل قاعد يجيبه. شوف، ان البنت تكون فيها انوثه زايده، انا ما اسوي ازيد من غيري. انا مثل بنات جيلي، هذه منيا اللي انتم عرفتوها من زمان لما كنت مذيعه في تلفزيون الكويت، واشتغلت مع الاستاذ بدر بورسلي، واشتغلت مع الله يذكره الله يرحمه الاستاذ سلمان العتيبي. نعم. عبيد العتيبي، كلهم اشتغلت معاهم. اضف لذلك لما كنت بالتلفزيون ما كنت كذي، كان عندنا محاذير. ايه؟ انت تلفزيون، هذا تلفزيون دوله وحكومه. نعم. انت ما تقدر تلبس مفتوح. نعم. ما تقدر تلبس نفانيف حتى مخصره. نعم. حتى جلستك، كان يجيني تلفون من وكيل الوزاره، عدلي جلستك في اثناء الهواء. كنا نطلع، وانا وحده احب اكون على طبيعتي، انا ما احب انحد. لكن تلفزيون الكويت لها افضال علي، انا ما انكرها. عقب الفيديو كليبات والمسلسلات اللي انا سويتها نجحت، والحمد لله لاقت اعجاب من الجمهور. هذا الشيء ما حد ينكره، ما حد ينكر معدل رؤيه شر النفوس. شر النفوس كان اول ثلاث حلقات كان عندنا 5 أو 7 إعلانات. في الحلقة العاشرة إحنا عندنا حوالي 25 إعلان على مستوى الوطن العربي.